النص الاولاني فيها غربي، بس غربي متنوع، يعني في حاجات كلاسيكيه وفي حاجات من الافلام، مثلا من افلام اجنبيه او اغاني او كده. فهو والنص الثاني كله هيبقى حاجات شرقيه، يعني مقطوعات كلها شرقيه، سواء حاجات مقطوعات موسيقيه او اغاني برضو معموله على الفيول. الحفله عباره عن جزئين، الجزء الاولاني فيه اعمال غربيه كلها اعمال يعني ما بين الكلاسيك وما بين اللايت ميوزك وموسيقى الافلام، والنص الثاني موسيقى شرقي. عجبني قوي كمان دايما في كل حفلاتها المزج ما بين الغربي وما بين الشرقي، دايما بتعمل الفصل الاولاني كله موسيقى اجنبيه سواء روسيه او غربيه الى اخره، الفصل الثاني دايما بيبقى موسيقى شرقيه، فكده بتحاول ترضي كل الاذواق. ورغم انه الحفله كلها مدتها ساعه، يعني نص ساعه ونص ساعه، لكن الواحد بيحس انه يعني كلهم ربع ساعة خلصوا، لأن فعلا اختيارها للمقطوعات اختيار دقيق جدا، وفي إيقاع وفي تنوع وفي إرضاء لمعظم الأذواق، الناس اللي قاعدة بتسمع وبتتفرج.